بت من السجن ازاي سفينة؟ ما اعرفش حاجة يا باشا عن الموضوع ده. لا انا ولا سريع نعرف حاجة. مين اللي حاول يقتل عطية؟ ما اعرفش يا باشا. وما تعرفش برضه مين اللي خطف اختك؟ واغتصبها؟ لقيت اختي يا باشا؟ لقيناها في حالة اهياء شديدة. وحولناها المستشفى والتقرير الطبي وضح انها تعرضت للضرب والاغتصاب. لقيتوها فين يا باشا؟ في مقلب زبالة قريب من المنطقة. انت لو حبيبنا ساعدك يبقى لازم تقول لي مين اللي حاول يقتل عطية ويعمل في اختك كده.